حقيقة بس حبيت أنا اليوم بعد انتهاء الاستجواب أبين بعض الملابسات اللي واردة في جلسة الاستجواب. حصل في تعسف ضدي في أولاً عدم إعطائي وقت تمديد، ثم المقاطعات اللي تمت ومنعي من سرد النقاط اللي كنت بذكرها، وبحجة أن هذه غير واردة في الاستجواب، يعني كأنه خروج على الاستجواب وهذا غير صحيح. هذا استجواب الأخ عبد الكريم الكندري ورياض العدساني، هذا صحيفة الاستجواب، وفي نقطة أساسية واضحة وجوهرية اللي هي موضوع ومما يستدعي مسؤولية الوزير الحالي عدم معالجة المخالفات التي وردت في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق، اللي هو استجواب السابق مع الحميد السبيعي وعبد الوهاب بابطين. وأنا أكتفي وإنما اكتفى بالتحقيق ودراسة القضايا دون جدوى، إلا أن المخالفات ما زالت مستمرة وبعضها تفاقم، يعني محور موجود. فالكلام أن ما خروج عن هذا غير صحيح، فكان تشويش متعمد لمنعي من عرض المادة وعدم التأثير على الأخوة النواب.